ومن باريس ينضم إلينا السيد جون مسيحة، المستشار السياسي لمارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة. سيد مسيحة، إلى أي مدى ما يحدث اليوم في السبت 18 منذ بدء هذه الاحتجاجات على فشل الحوار الوطني الذي ربما لفترة ما أخرج ماكرون من أزمته ليعود الشارع ويشتعل مرة أخرى؟ مساء الخير. طبعا هو الوضع عمره ما كان مستقر من ساعة ما حركة السترات الصفراء بدأت من يوم 17 نوفمبر. النهاردة قدلنا 120 يوم متواصل هذه الحركة مستمرة. طبعا إيمانويل ماكرون وحكومته ودوا أن يعطوا رد إلى هذه الاحتجاجات. أول رد فيهم كان الرد الإعلانات الاقتصادية والضريبية بتاع ديسمبر 2018، وكان هناك البعض متوقعين الوسائل الإعلام والحكومة أن هذه الإعلانات الضريبية هتوقف هذه الحركة. طبعا الكلام ده ما تمش والحركة تواصلت. بعد كده أول حاجة اسمها الحوار الوطني، وهي دي أول مرة نشوف حاجة اسمها حوار وطني في ديمقراطية حديثة ومتمدنة زي فرنسا. وكنا برضو مستنين، الحكومة ووسائل الإعلام كانت مستنية أن حركة السترات الصفراء لا تستمر بعد أن الحكومة أطلقت الحوار الوطني. وده طبعا اللي بيحصل النهاردة. أول شيء أنه ده فشل للاستراتيجية السياسية بتاعة الحكومة اللي هترد على حركة السترات الصفراء. وتاني شيء، إحنا مارين لوبان كانت اقترحت خطة للخروج من هذه الكارثة الاجتماعية والسياسية، وهي حل البرلمان وانتخابات برلمانية مبادرة لكي البرلمان يصبح ممثلا لكل الآراء. فطبعا عدم رد السياسي على حركة السترات الصفراء بيؤدي إلى تصاعد في العنف في الشوارع، والذي نشاهده اليوم هو ما إلا إن التصاعد لعدم رد على هذه الحركة من خلال الحكومة. إذن هل نتوقع أن تشهد التظاهرات موجة أخرى أكثر عنفا الآن مع ما يتم توقعه من ماكرون خلال خطابه بداية الشهر القادم؟ أكيد. وهو طبعا الحكومة برضو لعبت على هذا العنف لكي تحاول تقلل من مصداقية حركة السترات الصفراء. قوات الأمن والشرطة عطيت لها أوامر بعنف كثير في بداية الحركة عشان المشاهد العنف تبقى متواصلة على التلفزيونات، وهذا يؤدي إلى تشجيع الناس أنها ما تروحش تتظاهر وتفضل في بيوتها. وطبعا اللي بيحصل الآن ده ما هو إلا نتيجة عن عدم رد جذري لماكرون لحركة السترات الصفراء. وإحنا برضو خايفين أن يحصل من خلال ده منصابين وممكن كمان ميتين في الأيام القادمة. نعم، نتابع الآن سيد جون هذه اللقطات الحية والمباشرة التي ربما تثبت أو تسجل وتوثق الاشتباكات والعنف الممارس من قبل الشرطة الفرنسية تجاه المحتجين، ربما في دلالة على فشل الحوار الوطني وردود الأفعال الغاضبة في الشارع الفرنسي تجاه هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك جون مسيحة، المستشار السياسي لمارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة.